بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم موجه مطبخ ام باسل. النهارده هنعمل مايونيز بطريقتين مختلفتين، بس انا هعمل منه طريقه واحده بس هقول لكم البديل للطريقه الثانيه، ان انتم ممكن تحطوا ايه. في ناس عارفه ان المايونيز بالبيض فما بيحبوش يجيبوه، عشان عارفين ان البيض الني ايه ما بيبقاش صحي وكده لما يتحط ايه في الاكلات. فاحنا هحط بديل للبيض، حاجه ثانيه، وهيطلع برضو بنفس الطعم بتاع المايونيز اللي احنا بنجيبه من بره واللي بنجيبه بالغالي. هتعمليه بأقل الامكانيات وبحاجات بسيطة خالص في البيت وموجودة، انا متأكدة انها موجودة عندك في البيت. مع كل اكلة هتروحي عاملة طبق المايونيز ده، هيبقى سهل وخفيف عليكي، مفيهوش اي مواد صعبة خالص ولا معقدة. شايفين السمك بتاعه؟ بصوا زي بره بالظبط، والطعم بقى ايه، احلى واحلى كمان من بره. يلا نشوف الفيديو ونشوف ايه هما الطريقتين، ودي اصل المايونيز، يعني الطريقتين اللي هقولكوا عليهم دول الاصلانيين. نشوف الطريقتين ازاي وايه البديل للبيض اللي احنا ممكن نستخدمه. بس قبل ما نروح ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من مطبخي. لو عجبك الفيديو شير للناس كلها عشان تستفيد. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونعمل المايونيز بالطريقه الاصليه. يلا بينا، يلا نسمي بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه النهارده. المايونيز ممكن يتعمل بطريقتين، طريقه بالبيض، وطبعا البيض بيكون ني، وطريقه من غير بيض وبنحط الايه، يعني في مكون بديل للبيض بنحطه. في ناس كتيره ما بتحبش تاكله علشان بتقول البيض بيبقى ني فيه، والبيض الني بيسبب حاجات ايه مش كويسه، فاحنا هنتلاشى الطريقه دي. بس انا بقول لكم الطريقتين ونعمل ايه بالطريقه الثانيه اللي هي بالاستغناء عن البيض، وبنضيف ايه اضافه بداله. بس لو انت عايزه تعمليه بالبيض ممكن تشيلي الاضافه دي وتحطي مكانها ايه بيضه. هقول بسم الله. اول حاجه هنبتديها، انا عندي نص كوبايه زيت، اي نوع زيت نباتي انت بتستخدميه. عايزه طبعا تكتري الكميه ممكن ايه تضعفي المقادير. الاضافه الثانيه اللي هو بديل البيض اللي هو اللبن الحليب. لو انت مش عايز تعمليه باللبن الحليب حطي مكانه بيضه، ولو مش عايز تعمليه بالبيض حطي ايه اللبن الحليب، ربع كوبايه لبن حليب. لو عايزه برده كميه اكبر ضعفي برده الحليب. تمام. عندي بقى الملح، هحط نص معلقه صغيره ملح. تمام وزي الفل. السكر هحط برده نص معلقه سكر صغيره. الخل هحط برده نص معلقه خل صغير اهو. المستردة عندنا في كل بيت. تمام وزي الفل. اخر حاجه عندي هحط نص ليمونه بمقام برضو نص معلقه نفس المقدار اهو، شايفين. نبتدي بقى ايه نضرب كل المكونات دي ايه واحده واحده بالهاند بلندر. هتقولي ما عندناش هاند بلندر، ممكن تضربيها في الكبه في اي حاجه، مش هتقول لا، بس لازم تتضرب يعني شويه شويه عشان تدينا القوام الايه المظبوط او القوام التقيل. بسم الله. اوكي بصوا انا عدت لكم الكاميرا عشان تشوفوا القوام هو بيتضرب. اول ما قدينا تضرب تدينا القوام بتاع المايونيز اللي احنا ايه متعودين عليه او احنا عارفينه. اوكي نفضل نضرب شويه شويه كده لغايه ما تدينا القوام التقيل بتاع المايونيز. بصوا القوام تقل معايا ازاي، مش عارفه هو باين عندكم ولا لا، انا عايزه ابينه لكم. بصوا تقل القوام ازاي، شايفين، كل ما هتضربوا فيه كل ما هيدينا قوام اتقل. يعني بقى نشوفه، بصوا شايفين قوامه عامل ازاي. لو عايزين تعملوا كميه اكتر اعملوا، بس انا يعني انا عندي وجهه نظر، طالما انا الحاجه في متناول ايدي وبعرف اعملها يعني اعمل كميات قليله
وايه واعملها فريش بفريش او طازه بطازه. تمام، تعالوا بقى نفضيه كده ونشوفه. بسم الله. بصوا بصوا قوام المايونيز وجماله. عايزه اعمل لكم زوم. بصوا شايفين يا جماعه، شايفين القوام تحفه، خدش في ايدينا وقت. وهي دي الطريقه الاصليه بتاعت المايونيز اللي انت تعمليها وهتضمني اللي هي ناجحه معاكي سواء بالبيت او من غير البيت. شايفين القوام، شايفينه جميل ازاي؟ بصوا يا جماعه شايفين طعم بقى حكايه. شايفين يعني نص كوبايه زيت وربع كوبايه لبن عمل لنا كميه حلوه معقوله. تمام، يعني تقضي مثلا في اكله ويفيد كمان منها. ممكن نحطها في اي علبه ونغطيها، او اي اطباق بلاستيك اطباق ازاز اللي هي غطيان بلاستيك وتحطيها فيها وتروحي مغطيها تستخدميها في اي وقت، تاخدي منها شويه شويه علشان ايه تفضل نضيفه. شايفين يا جماعه بجد تحفه الطعم بقى. احلى من بره بكتير جدا 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 بصراحه. يعني نحط بس ايه يعني حاجه كده نجرنش بس الطبق كده. شايفين الجمال والحلاوه؟ سلام، احلى مايونيز ده ولا ايه يا ام باسم؟ تحفه. شوفوا سهل ازاي ومفهوش اي يعني اي حاجات معقده. نمسح بس الطبق من هنا كده. وممكن تعمل في ساعتها وانتي واقفه جنب اي اكله بالطريقتين اللي قلت لكم عليهم. واظن المكونات دي كلها يعني كلنا موجوده عندنا، المكونات دي بسيطه وسهله ما فيهاش اي حاجه خالص. يلا جربيه وقولي رايك الجميل ايه، وما تشتروش من بره. احنا ما نعرفش اللي بره ده متضاف عليه ايه. انت كل حاجه في البيت عاملاها بايديكي وشايفه الاضافات بتاعتك اللي انت ايه حطاها. جربيه وقولي لي طريقه وقولي لي ايه الاخبار، وطلع معاكي بنفس الجوده اللي انا عملت بيها دي ولا لا. ما تكتريش المستردة، ما تكتريش الخل. تقولي لا انا كل ما احط اكتر مثلا هيديني طعم احلى، لا يعني ولا تكتري المستردة ولا تكتري الخل ولا تكتري ايه الليمون. كل حاجه حطيها بنسب معينه زي ما انا قلت لك كده، هيطلع معاكي بنفس الجوده وجميل جدا. ان شاء الله هيعجبك وهيعجب ولادك. لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان يوصل للناس كلها والناس تعرف ان هو طريقته مبسطه. واشوفكم على الف خير ان شاء الله فيديو سهل وسريع مطبخ مباسل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.